او خمسه مقابلات وملعب التونسي لعب ثلاثة مقابلات ويقع عليه معناها شويه ضغط المنافسين من بعد يولي يسحب في شارة انطلاق المقابله ذهاب الدور النهائي لكاس الصداقه وشهاب الزغليمي. هذه التشكيله الاساسيه اللي كما قلت في اغلبها من الشباب ومن طبعا اللاعبين اللي صفر مقابل صفر. قال فرق ضد الملعب ضد النادي الرياضي البنزرتي تشكيله في الشوط يعني لخطه هذا اللاعب ظهير ايسر يبقى يعني في الروايات مخالفه لصالح الملعب التونسي التنفيذ لبلحسن الشعلان ينفذ امام الكره بلحسن الشعلان ينفذ المخالفه في مجد المسرد افتكاك الكره والمخالفه والانذار ضد امين كليشان فريقي النادي التونسي والملعب التونسي قبلات وديه في الجمله لقاء مع بن عروس فاز فيه بثلاث اهداف قبل صفر ثم زوج لقاءات في هذه الدوره مع النجم الرياضي الساحلي مع المناطقه تعود لصالح الملعب التونسي كره لصالح الملعب التونسي التوزيع ويبقى لاعب النادي الصفاقسي امين كريشان الاعاده تدخل ما كانش طيب من الدفاع ولو الكره ما كانتش صعيبه على الحارس جسم الخلوفي ثم يجد حفوري اوبان والحكم يطلب اللعب رغم بقاء الزغلين على الميدان في محور دفاع الملعب التونسي كرة دائما لصالح الملعب التونسي محمد سليدي ثم حسين برويس بتسديدة راسية كرة للهجوم للملعب التونسي بالنسبة للملعب التونسي اللي عنده الهجوم الآن يخرج الحارس محمد ليدي قعلول وتبقى الكرة عند ذكر معتوب والتسديدة من بلحسن الشعلاني على مرتين الحارس قعلول يتمكن من تخريج الكرة لبلحسن الشعلاني سدد والحارس على مرتين قعلول يستدعي نادي الكرة الشعلاني في التنفيذ ينفذ الكرة ثنائية ترجع له بلحسن الشعلاني يوزع ترجع الكرة لإيهاب المساكني لمروان ديج مرة أخرى إيهاب المساكني يبعث على الكرة للملعب التونسي بشخص إيهاب المساكني يمشي في 20 دقيقة لعب ترجع الكرة شيكل البرقي ممتاز في قطع كل الكرات إذا بلحسن الفيزيون تاعها من الملعب كبيرة يعني بإمكانهم أنهم يصنعوا الفارق اللي تعطيه شوية مساحة يصنع الفارق تعود الكرة الشعلاني تشكيلة هجومية التي لحد الآن مازال يبحث على هدوء على الحلول عند علي نفسه بيس لاعبين باتجاه طريق البترولي تقطع الكرة تعود الملعب التونسي الشعلاني مكان نشاط في نفس المكان تاعها العقار كرة في العمق كرة في العمق ملعب التونسي هذه الفترة الأولى حكم بالحساني وليس ثلاث دقائق وما احتسب كذلك نقاط اللعب ويسامى الشعلاني مجد المسرد محمد بن عمار ايهاب المساكني المهدي بن ديفالو محمد السليم رد الملعب التونسي كان نسري وكان مهدي بن ديفالو ان يدرك التعادل للبقلاوه الا انه الحارس قيس العنفوري كان بما انه سليتي حرك هجوم البقلاوه وتمكن من تعديل الكف الضربه احسن يقولوا قرب جديد في الملعب التونسي في فوق من طراز عال والله هما قالوا علاش لا يمكن قرب معنا بيفو بي في تونس سيك ناسيونال ان شاء الله يا ربي على زين ولا خير منا عليه بدو بالاستقبال لكن بالحسن الشعليلي يقطع كورته هذا امير النفيتي مره اخرى بالحسن الشعليلي في وسط الميدان تمشي بتاعهم اللي معناتها نظن اللي حتى وكل يولي يهاجموا يولوا متوازنين دفاعيا وهنا يعاودوا ياخذوا الكره الثانيه ويعاودوا يهاجموا من جديد التسديد من تام بدو لكن ترجع من دفاع الملعب التونسي طيلي امام تنفيذ الكرة الثابتة التنفيذ ضغط من اكرم معدوك طويلة كرة زياد جبالي يستقبلها بالحسن الشعليلي اسرع مرة هذه اتجاه سيف العكرمي الكرة ما تخرجش تخرج مرة هذه لاباس الكسيس اتجاه سيف العكرمي ما توصلش المرة هذه ما توصلش والهجمة معاكسة فائدة الملعب التونسي اللي باش يبقى على ما يبدو للنجم الساحلي رضوان الفارحي البحث على حسين جابر والأولى المباريات مع النجم الرياضي الساحلي يأتي أمام الملعب التونسي مقطوع الكرة
من بالاحسن باستثناء يعني كره الاسعد الجزيري اللي كانت تخطير على دفاعات الملعب التونسي، هدف وحيد عن طريق ضربه جزاء يعني لولا خطا فخر الدين باري ما نشاهدوا شيء عبد الرزاق في هذا الشوط الاول. صحيح انا تقريبا 37 38 دقيقه لاعب ما شفنا شيء لا من الملعب التونسي ولا من نجم الرياضي كل صراحه في التمرير وارتباك على مستوى اخراج الكره في الدفاع من هذا الجانب ومن ذاك في كل صراحه ديديشي وسط الميدان يعمل كنترول بالحسن الشعليلي كان احتياطي في مباراة السي اس اس ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية ويغير وجه اللعب إلى مجد جي المصراتي إلى بالحسن الشعليلي اللي خذ مكانه منذ ثم تغيير في بالمرسى اللي ما يستغلش تواجده إلى حدود الآن على أرضية موجود عبد الكريم الكوسي وبالحسن الشعليلي مروان تاج لمسه واحده مش بن سالم يرجع بالكره للوراء بالحسن الشعليلي لليمين وائل البحري مره اخرى ترجع بالحسن الشعليلي وائل البحري وائل البحري بعد سقوط على دي قوام محمد علي الجيزاني لليمين حمدي المبروكه وبالحسن الشعليلي مقطوعه الكره وطويله في اتجاه رجي الجربوعي ورجي الجربوعي تبع فيه بالحسن الشعليلي بلمباركي امام فريق باريس سان جيرمان وثم طبعا محادثات جاه جوستين مونغولو قبل اوبانكواكو يمر بعد ذلك الفريق